رفعنا واحد النداء، حيت من دخل عنده بوا داكشي قال لي نصدر حكم دابا ولا ندير محامي. قال لي بوا تندير محامي، ما عندناش باش نديرو المحامي. سمعنا واحد المحامي راه تيدير مع الناس مزيان اللي هو محمد زيان، وجينا لي واحد النداء وقبل قال لك انا بكل سرور انا نترافع عليكم لا مع على ولدكم وما بلا فلوس مجانا، حيت حنا ما كناش هاد القضيه، حنا ما عارفينش هاد الشيء هذا كاع. الدري ما عارفش هاد الشيء، كون عارف هاد الشيء راه ما غاديش يديرو، ما يلحقناش لا التكرفيصه كلها، هذا مكرفصين لا نعاس لا ماكله لا حتى شي حاجه. عينا دري مشينا زرناه وداك الشيء، قلنا ما كنتش عارف هاد الشيء هذا، قلنا سمحوا لي اللي حكتهم لهاد الشيء. وقالنا انا نقول لكم واحد النداء وصلوا لجلالة الملك الله ينصرو. قلنا قول ليه الله ينصرو، انا كنت عارفه هاد الشيء ما نديروش هاد الشيء، حيت الدري باقي صغير كان عارف هاد الشيء ما غاديش يديرو. الدري شهر وجاه بزاف مع الساكت تحكم مع بشحال، شهر وجاه بزاف جا صعيب. دري شهر تاخر مسكين النفسيه ديالو تهدد، بقى يضرب يتحكم و دري ولا يقول لي انا توحشتني دراستي، توحشتني دراستي تقول لي بغيت نمشي ليها. حيت راكو كان دري ما حاسش بينا ولا راه ما غيديرش هاد الشيء هذا، وكان دري موفر لي الظروف راه ما غاديش يدير. كون يقينين، كونوا يقين ومؤكدين الدري كان موفر ليه كل شيء والدري مرتاح راه ما غاديش يدير هاد الشيء هذا. تفاجئنا حنايا، شي ما عمره كان على البال غيديرو ولا بالحاله الصحيه دباه وانا حيت فما تعطي راسك ما كاينش اللي يساعدك، شي سبيطارات الرانديفوات المواعيد لما خلصتيش ما تدوش ما تشي وقال اللي دزت في النفسيه ديالو. دري شاف با دائما مريض، دائما فيه الحريق، دائما تيغوت بالحريق، الشيء وقال اللي خلى الدري يدير هادشي. دابا راه كلشي عارف اللي كاين. دابا الدري راه من كان غادي عند من مشينا عندو سولناه راه كان هاز رساله في يدو، مخترق الموكب راه كان هاز رساله في يدو. قلت ليه شنو درت يا ودي في الرساله شنو فيها؟ قال لي راه فيها الدواء والتدواز وكاتبه قال شي رساله سيدنا نصره والله. قلت ليه ما كانتش شي نيه سيئه ولا غادي يدير شي حاجه خايبه للملك ديالنا، هو كل قال لي اللي وقف معاه وكان موفر ليه كل شيء، ما هادشي ما دارو شحال هادي من باك خدام ما دارش هاد الشيء. كون كان دري موفر لي كلشي وشوف والدي على خير وبخير ما يديرش هاد الشيء هذا، ما يديرش هاد الشيء. كون هو تا هو بحال شباب، ولكن الدري لا اله الا الله راه شاف الوضعيه، شاف كلشي، شاف نمشي مع با الطبيب يجي ومسكين من المدرسه ما يلقى حتى شي حاجه موجوده. كنت انا بغيت نمشي للطبيب تاع الدري الصغير تنطر منك لي من المدرسه باش ندي بوا للطبيب، كنت عا باش نمشي نجيب الدري من المدرسه الراجل متقدرش نخليه بوحدو، متقدرش يبقى بوحدو، امشي نجيب مدرسه الدري نديه ونجيبه ما تقدرش. الشيء اللي زين حنا كنا مسادين علينا بابنا، واخا ما تيساعدنا حد
واخا ماتي مد لينا المساعده حد كنا سادن علينا بابنا وحمد الله شاكرينو وجالسين. واخا الكره كانت تجمع واخا كلشي كنا جالسين الحمد لله سبحانه وتعالى، وكنا مفوضنا امرنا الله سبحانه وتعالى وجالسين كنا مستورين. من دري مشى دار هادشي غير كلشي ولا يعرف، كلشي ولا يعرف الظروف ديالنا كلشي. ودابا راه البنا النداء ديالنا داك المحامي الله يسهل عليه وخلي لي وليداته الله يرحم لي الوالدين. دابا ان شاء الله راه غادي، حيت حنا ما عرفناش في الاول، ما قلنا راه ما كاينش محامي. حتى من دخل مع بو داكشي قال لي دير نحكم ولا دير محامي، قال لي صافي غندير محامي. الدري كان مرتاح ما غاديش يدير هادشي. الدري قلت لي علاش ولدي درتي هادشي، قال لي انا راه شتكم مراد وشتكم داكشي وبا ما تينعش لا ليل لا نهار. هادشي كشي على قال لي، قال لي مبان لي حتى شي حل اخر من غير هاد الحل. الامور غدا وكتسوء عندي بالنسبه ليا. يعني من جاتني هاد الفاجعه يعني بقى الحاله الصحيه غدا كدهور مابقاتش كي كانت. يعني ما انت يعني زعما مشينا استدعانا المحامي مشينا عنده هضرنا معاه في امور ديال الدري، ولكن ملي جيت كان شتا وكان هذا يعني زعما حسيت براسي عييت ما بقيتش قاد نزيد. يعني جيت عيبز مني دخلت تحت هاد الحال الان انت كتشوف. ومن هذا المنبر كنقول للسيدي محمد المال جلالة الملك يعفو على ولدي ويشوف من حالنا. كنشكر كل الناس اللي ساندونا الله يجازيهم بخير. وكنادي تاني ونقول يا جلالة الملك ولد قصير لا يعرف قوانين ولا اي شيء، قال زعما صافي غير نعطي الرسالة محمد السادس يتحل عندي المشكل والاب ديالي والام ديالي، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. طلبوا من الله يكون خير ان شاء الله.